الصبر معناه احتمال الضيق اللي انا اتحطيت فيه ليس بنفسيه الامر الواقع، ولكن احتمال الضيق بانتظار الرب. بستحمله يعني ما بتذمرش على الموقف اللي انا فيه، بستحمله يعني بقبل نوع الضيق اللي اتحط عليا، بستحمله يعني بأتناغم معاه، وكل ده وانا عيني على الرب. فان الصبر في انتظار اللي بعد ما يكمل الالم اللي انا فيه، ان الله هو القادر انه يخلصني والقادر انه يرفعني، ومش بس يعيدني الى مجده بل يحقق اكثر الاشياء المحزنه. اننا مؤمنين بلا صبر مش عايزين نصبر لله، الله عايز يغير حاجات في حياتك، واما الصبر فليكن له عمل ثاني. دايما التجربه اصلي بتضغط على ذاتنا في شيء ما، يعني بتيجي على كرامتي، بتيجي على اعجاب نفسي وخيلائي ليها، بتيجي على محبتي للراحه، لتسقيف الناس ليا، بتيجي على حاجات عميقه عندي انا في الذات. التجربه لما بتيجي بتكسر الكبرياء بتاع الذات، وانا مش عايز اتنازل عن الكبرياء، انا عايز المسيح وعايز ذاتي، عايز الحياه الابديه اللي في المسيح يسوع وعايز كبرياء، عايز ارث المجد الذي في الله وعايز ذاتي تظل منتكس. حاجه من اثنين، يا تاخذ المجد اللي في الله يا تاخذ المجد اللي في ذاتك. كيف تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا من بعضكم البعض، والمجد الذي من الاله الواحد لستم تطلبون. الصبر هو اللي بيكشف المؤمن الفالسو المؤمن الحقيقي. يعني تبقى انت مؤمن بتهلل وترنم وتخدم ومواظب على الاجتماعات وتوعظ، كل ده ما بيقولش انت مؤمن حقيقي ولا فالسو. لكن الحاجه اللي هتقول انت مؤمن حقيقي ولا فالسو الصبر. ساعة ما هتيجي عليك الضغط، ساعة ما هتلاقي اللي بيزقك، ساعة ما هتيجي التجربة تدوس على كرامتك، ساعة ما هتيجي التجربة تدوس على كبريائك، هنا يبان المؤمن بقى. المؤمن اللي بيعبد يسوع المسيح والمؤمن اللي بيعبد السيدين، عارفين هما؟ يسوع المسيح ومين؟ وذاته. المؤمن اللي عايز شوية ليسوع وشوية لذاته. يا أحبائي أقول لكم ما قاله الرب لكل واحد فينا، لي ولكم ولكل الذين يتبعونه، إن كان أحد يريد أن يأتي ورائي ولا ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. أبشرك أنك مش هتعرف تكمل ورا يسوع إذا ما كنتش ناوي تشيل الصليب وتتدرب على وشك وتقول أغفر لهم يا أبتاه. أبشرك من دلوقتي مش هتكمل ورا يسوع، هيجي يوم ترتد عن يسوع. يعطينا الرب إن إحنا نكون مؤمنين حقيقيين خاضعين ليه، مسلمين ليه بالكامل، مستعدين أن نموت عن أنفسنا وعن ذواتنا. قل يا رب أنا بفتح قلبي اللي بقى مليان بالأحزان والخرب عشان تدخل إلى قلبي ويمتلئ من فرح الروح القدس ومن نعمة حضورك. قل يا رب حياتي المملوءة بالوحشة والإحساس بالوحدة وإن ماليش إنسان، بقدمها ليك عشان تدخل إليها وتملأها من محبتك ومن نعمة حضورك وشبعك، فتشبع نفسي من ملء محبتك وأشبع إذا استيقظت على وجهك. قل يا رب أنا بقدم ليك الفشل والإحباط، الخراب والدمار اللي جوه نفسي، وأنا متيقن وأنا واثق وأنا منتظر قوة القيامة تفيض منك. قل يا رب أنا بقدم كل الوعود الأمينة اللي خرجت من بقك اللي أنا ما عرفتش أتهيأ للحصول عليها، بنفتح بيها مرة أخرى وجديدة يا رب، بأقدم نفسي ليك مرة أخرى وجديدة يا رب لكي وعودك ليا تتحقق، لكي كل ما خرج من فمك يعود إلى نفسي يقين حقيقي، رجاء حياة جديد،
تحقق الوعود اللي ماتت في قلبي يا رب، تحقق الوعود الأمينة اللي خرجت منك يا سيد. فأحبائي يا رب، هو الله هو القادر على كل شيء. اختبر قوة الله، اتكلم معاه، اطلب منه باتضاع، بخضوع، بإيمان، برجوع إليه. نعم يا رب، تحي هذه العظام اليابسة، تعال بقوة الحياة، تعال بقوة روحك القدوس، تعال بنعمة الغفران، تعال بقوة الخلاص، تعال بنعمة التكافي والشفاء والتحرير، تعال حب، تعال غير، تعال حرر، تعال سرح، تعال أريح نفوس المتعبة، تعال اشرق بالنور من جديد، تعال املأنا بالرجاء مرة أخرى، تعال حول الظلام إلى نور، حول اليأس إلى رجاء، حول الفشل إلى قيامة وإلى قوة حياة بقوة الغفران دم صليبك. صلي اتكلم معاه بطريقة شخصية عن أمورك الشخصية، لأنه هو مخلصك وهو بيحبك أنت شخصيا. اتكلم معاه، هو بيسمعك.